قبل لا أقل ولا أكثر، وكان هو جوريسي كاتب عام. القانون فوق الجميع، القانون فوق الجميع، إلا أننا مع الأسف الشديد مثل ما كاين خروفات التعمير، كاين خروفات التعمير. ما تقولش شي حاجة، تقول لك دير رجلة تكسر الحقائق، تكون الشجاعة وتمشي للجنة وتوقف على الخروقات. ملي كنا كاين هي الميزانية، كاين المشاكل في الميزانية، تقولوا ما كاينش برنامج عمل، ما كاينش برنامج عمل، نتحاوروا نختلفوا، ولكن لا نوصف التواعيش، لا نوصف السفهاء. هادشي مع الأسف الشديد ما كتشوفوش، كتشوفوا نصف الملوء الكاس. لهذا سي الرئيس، احتراما الروح المسؤوليه اللي عندنا، واحتراما منا ساكن في قطر الرباط، هذا هو السبب الوحيد اللي خلانا نهضوا من تم. والله ما نهضوا الا تعطي الحق الحق، يا اما السيد ولي تخاد قلنا اجرى ويطردنا بصفه نهائيه وتهنا ونخدموا كيف ما بغيتو، او لا يطبق خالف في هذه المدينه هذه. ولا زلنا مستمرين في النضال حتى النهايه، ولكن تكون واحد الدين. انا صراحه عجبني كلام ديك السيد العمده، حتى حنا كنمدوا يدينا، ولكن في اطار حوار متبادل، ماشي نعتوا بعضياتنا في السفهاء بحال لحد الساعه. والله ما تلفظ شي واحد فينا بشي كلمه كتجرح، حتى جلسه وجلسه ماشي حتى لينا، كتحتجوا كتحتجوا على مجموعه من المشاكل اللي كاينه بسبب السفهاء. ما كانش الحاميه والسفيره هو الختام، راه متابع جريمة القتل. متابع اسمح لي، إلا عندك حامية على حامي الدين، تكون حامية على المواطن المغربي بحال بحالو، ما يتهمو رئيس حكومة الداعشي، كل واحد حاجة هذاك المستشار خطا ولا كعصوب، كاين مصايب باش تتناقش، ماشي الداعشية، لأن في عقلو داعشي، واللي كيجمع داعش في الساعة من الدين ولا رئيس حكومة الدين. حرامي الدين، حرامي الدين. مع الأسف، مع الأسف هذا المنطق عندكم ما تخرجوا به. كتحيوا الفساد وكتدافع عن الظلم وتخرج عينك تسحب، والله ما تسحب، تسحب باك بالديان وباك العثماني كامل اللي كان في حقنا، والله ما تسحب، لا تسحب سيكو العثماني انت